ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة تعرض لثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كان بشرا وجبريل يرى محمد صلى الله عليه وسلم الأشياء ثم يقول ما هذا يا جبريل، يسمع صوتا فيقول ما هذا يا جبريل، فيقول له هذا كذا وكذا وكذا وكذا. لكنه لما صعد إلى السماء كان يرى المرائي فلا يستفهم من جبريل عنها، ويسمع فيفهم بالسماع. إذن فقد تحول شيء في ذاتية محمد وأصبحت له ذاتية فاهمة بلا واسطة جبريل، ورائية بلا واسطة أحد. إذن فتلك إراءة في الأرض، وأما في السماء فرأى برؤية. ثم بعد ذلك نجد أنه بعدما انتقل إلى مرحلة يكون فيها ملكيا كالملائكة بقانونهم يراهم ويتكلم معهم ويخاطبهم ويفهمهم، بعد ذلك يأتي في منطقة أخرى بعد سدرة المنتهى فينتهي حد جبريل، ثم بعد ذلك يزج برسول الله في سبحات النور ولم يكن جبريل معه. دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد ارتقى ارتقاء آخر، ونقل من ملكية لا قدرة لها على ما وراء سدرة المنتهى إلى شيء من الممكن أن يتحمل ما وراء سدرة المنتهى بما لا يوجد لجبريل عليه السلام. إذن فمحمد كان بشرا في الأرض مع جبريل، وبعد ذلك كانت له ملكية مع الرسل ومع جبريل في السماء، وبعد ذلك كان له وضع آخر ارتقى به عن الملكية، حتى أن جبريل نفسه يقول له أنا لو تقدمت لاحترقت، وأنت لو تقدمت لاخترقت. إذن فذاتية محمد حصل فيها شيء من التغيير، التغيير الذي يناسب ذلك الملأ الأعلى. جبريل بملكيته لا يستطيع أن يخترق، وإلا احترق، وهو يستطيع أن يخترق. إذن فثلاثة أشياء حدثت لمحمد: بشرية في الأرض معونة بالمدد، وبعد ذلك ملكية في السماء قبل سدرة المنتهى، وبعد ذلك ملكية فوق الملكية التي كانت بعد سدرة المنتهى يتعرض فيها إلى أن يصير قاب قوسين أو أدنى، ويتعرض فيها إلى خطاب الرب، ويتعرض فيها إلى رؤية الرب على خلاف العلماء في ذلك.